برنامج التصنيف الدولي للشطرنج اليو تشيس ريتنج كالكوليتر. Now we will create this program in Python. Follow me in this video and see how to create it. First of all, we will calculate EA. This is the A اللي هو الratio between the two players. And we will need from the user to enter الRB اللي هو rating of player B and الRA اللي هو rating of player A. طيب يبقى احنا هنا كده هنطلب من اليوزر enter all brand بعد كده هنا تكست في التكست دوت نقول له انتر ممكن احنا نكتبها في التكست الوورد وبعد كده ايه النوت باد وبعد كده نشتغل عليه ايه print هنا ده يبقى مسج تطلع لليوزر نقول له print enter the rating of player A and player B بعد كده هنقول له بعد كده نقول له A خلينا مثلا نقول RA equals ونقول له input طبعا ده هيكون ايه int الاول لازم convert التكست دوت ل integer value بعد كده نقول له input ونقفل التاني كده ونقفل القوس دوت بتاع الانتير نفس الفكرة مع الار بي مع الار بي بعد كده عندنا كونستانت اللي هو كي ده بيدبند على ال RA وال RB if RA greater than 2400 greater than or equal 2400 كده يبقى K equal اللي هو 20 اللي هو 9 if else هيكون اقل بقى منين من 2400 يبقى ك هتساوي 20 ك ايكوال ايه 20 طبعا احنا هنا لازم ندخل كده شويه وهنا نخش كده برضه شويه عشان ما يديناش اي ايرورز تمام يبقى كده نحسب الايكويشنز بتاعتنا المرحله الثانيه كده نحسب الايكويشنز اللي هو هحسب انا الاي اي EA equals 1 ونفتح نعمل كده وبعد كده نعمل قوس واحد بلس 10 10 ديت باور 2 والباور بقى ايه في 2 استريك ونفتح قوس تاني ونقول RA RB minus RA ونقفل القوس
نقفل القوس كده، وبعد كده نقسم على 400. طبعا دول كلهم جوه فين كده. ماشي كده حسبنا الاي ايه. نيجي في الايكويشن اللي بعديها ونحسب ايه الار اي جديد. يبقى الار اي والايكوال ار اي بلس اللي هي الكي تايمز اللي هي ال اس اي ماينس الاي اي الاي اي. خلاص كده الاس اي دي ما اتكلمناش عنها، يبقى لازم اقول له هنا انتر بقى ايه. احنا بنتكلم دلوقتي على ار اي. ماشي نقول له برنت يعني انتر ذا ريزلت اوف تشيس جيم اف بلاير اي وين انتر 1 اف درو انتر هاف اف لوز انتر 0. طبعا الرساله دي تكون بعد دي ماشي. بعد ما ادخل التقييم بتاع A و B ونقول له بعد كده هنا اللي هي ال SA دي هتساوي، ناخد دي كده كوبي كنترول سي نحطها هنا كده نغيرها نخليها SA، وبعد كده يبقى ايه تمام كده صح. ماشي نيجي بقى عايزين رساله بس بسيطه هنا. انتر ذا ريتنج اوف بلاير A اند بلاير B اف اني اوف ذيم any of them has no rating enter 1500. تمام كده المفروض اشتغل معنا. احنا كده بنحسب الريتنج على بلاير مين بلاير A اللي هو A. تمام لو هنحسب على B هنعتبر ان A B هو A ويبقى نفس A المعادلة. تعال نجرب بقى كده على الكومبايلر وبعد كده نرجع تاني. كوبي ده كومبايلر اونلاين اهو، ولو ادانا ايرور نصلح الايرور دي سهله مع بعضين. طبعا هنا كده تمام لازم نطلع ريزلت طبعا. احنا نقول له ايه بقى ان في مشكله في الكومبايلر، نرجع تاني هنا كنترول في لازم نقول له ايه برنت نيو ريتنج اوف تشيس بلاير ايه، وبعد كده هنا كوما اللي هو ار اي، وتعمل نقطتين كده وبعد كده يبقى هنا ار اي. ناخد ده كله كده ونروح نشتغل في الكومبايلر كنترول اي كنترول في ونقول له ران. عمبيرت لما يرن هو كده ماشي
المفروض طلع مسج بس طلعش. ايرور، في ايرور هنا اهو. في قوسين هنا يا جماعة اهو، في القوس ده لازم يتقفل برضو. برضو المشكلة هنا في ال حط القوس هنا تاني، معلش نرجع كوبي. كنترول في ران. هو الكتابة هنا فيها مشكلة بس اهو، برضو طلع ايرور تاني. المرة دي بقى فين؟ في البرنت 16 بيقول له برنت نيو ريتنج اوف تشيس بلاير. انا برضو الكوما، مشكله في الكوما هنا. الكوما المفروض مش هنا، الكوما هنا اهو. كنترول ايه كوبي، نرجع تاني في الكومبايلر هنا. كنترول ايه كنترول في والران. تعالى نشغل برنامج نقولك لاتي انتر ريتنج بلاير ايه ال بلاير هاز نو ريتنج انتر 1500. ماشي نقول 1500 انتر. انتر ريتنج بلاير بي، ماشي نقول 1700. انتر ذا ريزلت اوف تشيس جيم، نقول ان هما الاثنين ايه تعادلوا. لو نقول البلاير ايه فاز يبقى نحط واحد. انتر هنا دلوقتي النيو ريتنج اوف تشيس بلاير ايه بكام؟ 1515 و19 من 100. تمام كده؟ ده كده البرنامج شغال تمام.